مساء الفل يا يوسف، مشرف ومنور، ضربه ترجيح عظيمه جدا ومليون مبروك الفوز النهارده. مساء الفل يا كابتن كريم طبعا، وبشكر حضرتك على الكلام الحلو ده كله، والله يبارك في حضرتك. انا سواء انا بتفرج على ضربه ترجيح كان قاعد معايا شويه صحاب كده، فقلت لهم طب دي احلى ولا بتاعت الكابتن مجدي؟ فكلهم في صوت واحد قالوا لا دي احلى طبعا. كابتن مجدي برضو كان عنده شويه توفيق، الراجل ما لحقش الكوره كان هيلمسها وهتيجي جون، انت وديته في حته وشطت في حته. طبعا يا كابتن باين قوي طبعا ان دي فيها مهاره اكتر. ايوه اي حد يعرف يحط ضربه الجزاء اللي انا حطيتها دي. ولا كابتن مجدي؟ لا طبعا صعب صعب ولا كابتن. طب هو يعني قاعد قريب من اي لعيب عادي بيخش يشوط اللي هي في زاويه ويحط جامد، بس انت تخش تحطها بالطريقه دي يا كابتن طبعا مش سهله خالص. طب قول لي كده، انت بالمناسبه انت شبهه جدا. طبعا. لا هو صغير، انا نسخه منه. صح كده، نسخه منه بالظبط. انا احنا دلوقتي بنعرض الكورتين مع بعض، الكوره بتاعت الكابتن مجدي في هولندا 90، الكوره بتاعتك بقى، بس مش تعمل معانا زي ما الكابتن مجدي عمل. صح. لا عادي هتعدي يعني الضربه دي. لا هنعديها دي ان شاء الله، في حاجات كتيره الفتره الجايه جايه احسن. عظيم. لا انا بهزر طبعا، الضربه بتاعت كابتن مجدي كانت ضغطه طبعا اكتر، وكاس العالم واستاد مليان على اخره اكيد. لا طبعا لا، والحارس اللي قدامه برضه ده كان من احسن حراس العالم يعني في العالم ساعتها. طبعا لا 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 لا، ضربه جزاء صعبه جدا، وضربه الجزاء يعني الناس تبقى شايفاها سهله بس هي مش سهله خالص، ضغط غير طبيعي. وبتخش تشوط ضربه الجزاء بتحس ان الجون صغير جدا. هو شكله يوسف جه جنبك دلوقتي. لا 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 ما اقدرش، عشان اعرف اروح انام بالليل. فانت هو فلازم اديله الحتتين. انا بهنيك، انا بهنيك والله، وفرحانين ان بتواجدك في سمعت الكلام اللي بتقوله على الكابتن علاء. طبعا لا كابتن علاء عامل شغل جامد قوي الفتره اللي فاتت، في انتعاشه واضحه جدا للناس كلها. اخر ثلاث ماتشات واخد 7 نقط من فرق كبيره جدا زي سيراميكا والاتحاد في اسكندريه ومصري في برج العرب. فطبعا لا الدنيا يعني مش ماتش وخلاص، لا باين ان هو ميزه كابتن علاء كمان يا كابتن، جايب لعيبه في الكوره اللي هي لعيبه جعانه. كل واحد عايز يثبت نفسه، وهو قدر في انتقالات هنايز يعمل كيمياء كويسه بين اللعيبه، جاب 20 لعيب جديد تقريبا مع اللعيبه القدام. فلا ما شاء الله طبعا، يعني ربنا يديمها نعمه والتوفيق يفضل حالفنا، احنا بنحاول نجتهد على قد ما نقدر وان شاء الله ربنا يكرم يعني. طيب يوسف انا عايز اسالك بقى اسئله مهنيه، بما ان الناس او بعض الناس ما كانوش يعرفوا انه الكابتن، يعني دايما كنا نسمع يوسف مجدي بس مش ناس كتير تعرف يوسف مجدي عبد الغني بيلعب في ايرستن ومتالق وهيبقى اسم كبير ان شاء الله زي الكابتن مجدي. قول لنا كده بدايتك في الكوره كانت عامله ازاي؟ بدات مع مين؟ رحت ايرستن ازاي؟ عشان الناس برضه تعرف عليك اكتر. انا حاولت بقى على قد ما اقدر يا كابتن والله، يعني موضوع يوسف مجدي عبد الغني حاولت اخليه يوسف مجدي بس. هي. عشان انت مش متخيل الضغط، بيبقى فيه ضغط جامد يعني. انت يوسف مجدي عبد الغني اول ما تشوفك يوسف مجدي عبد الغني على طول اي بي سي، اول ما يشوفوك ده مجامله، ده مش عارف ايه، محتاج يعني بياخد وقت منك، ضغط عالي قوي وبيطلعك بره التركيز بتاعك. فانا حاولت على قد ما اقدر اخليه يوسف مجدي. برافو عليك. بس انا طبعا يا كابتن في الاول لعبت في انجلترا، انا في جامعه في انجلترا، فلعبت هناك في الدرجه الثالثه في انجلترا. بعد كده خلصت ورحت في اسبانيا، انتقلت في اسبانيا في الدوري سيجوندا بي. سيجوندا بي ده كان درجه يعني درجه محترمه، كان معايا كابتن حسين ياسر المحمدي بتاع الزمالك. هايل. بنلعب على ثالث درجه. بس خلصت هناك ابويا قال لي يعني فضل ان انا ارجع مصر هنا. رجعت عن طريق نادي النصر مع الكابتن سيد عيد. عملت مش كويس معاك، رحت نادي النجوم. شافني بقى كابتن، شافني يعني حصل كلام بيني وبين نادي ايسترن كومباني عن طريق كابتن علاء نوح. وخلصت هناك. هايل. بس طيب انا بقى السؤال اللي هساله لك دوت، انت قلت الكابتن مجدي هو قال لك ارجع، انا بقى هسالك السؤال بشكل اخر، انت ليه ترجع؟ انا عن نفسي بس انا كان عن نفسي يعني كنت شايف هناك الدنيا، كان الناس بتكلمني هناك وخليك معانا وشايفين مستقبلك هنا، وانا كنت مبسوط هناك بصراحه. كابتن كان بعيد عن الضغوط خالص، لا حد يعرف مين يوسف مجدي عبد الغني ولا اي حاجه. كل واحد على حسب ادائه كده، بس هو كان ليه وجهه نظر ان انا ارجع واكمل هنا، وكان عندي كمان سنه دراسيه في لندن كان عايزني اخلصها، يعني قصه كده كبيره. فربنا في الاخر اشاء ان انا ارجع، فالحمد لله يعني رحت راجع ومكمل تاني مسيرتي زي ما انا، وربنا يكرم بقى ان شاء الله. انت طبعا طالع اهلاوي زي الكابتن مجدي ولا ممكن طبعا تبقى العكس؟ لا لا طبعا طبعا، ساعات بيبقى في برضه اولاد النجوم دول ممكن يطلعوا بيشجعوا نادي اخر عادي. لا 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 ما اقدرش. الاهلي طبعا حاجه ثانيه خالص عندي طبعا. ما فكرتش او ما عرضتش انك لما ترجع من اوروبا تروح النادي الاهلي؟ ما جاتش السكه ديت يعني بعيد عن تشجيع النادي الاهلي طبعا وانا صغير، بس لما تبقى محترف وبتلعب بتبقى الموضوع مختلف.
بتشتغل بقى، وعلى حسب المكان اللي انت فيه بتشتغل وبتتعب وبتشوف يعني الاصلح والاحسن ليك في الوقت اللي انت فيه، وربنا بقى بيكرم يعني. قلت لي حاجه مهمه جدا انا بس ما رضيتش اقطعك فيها لحد ما نخلص الكلام في ده، لما قلت لي انه انا حاولت اخلي طول الوقت اسمي يوسف مجدي من غير يوسف مجدي عبد الغني. بيضايقك موضوع انه حد يقول لك انت بتلعب هنا وبتروح هنا وبتيجي هنا عشان انت ابن الكابتن مجدي عبد الغني؟ بتتضايق من ده؟ هي طبعا بتبقى ضغوط جامده. انا خلاص يعني، في الاول كان ممكن كانت بتضايقني او حاجه، بس دلوقتي خلاص الواحد بقى يعني بقى لي 27 سنه بتحط تحت الضغوط دي، فالواحد الحمد لله لحد ما بقى متعود. بس طبعا بتبقى ضغوط يعني، مش زيك زي اي حد تاني مثلا، واحد عادي ما حدش لا شايف ولا بيعمل يعني، بتبقى الناس بتبص عليك بصه مختلفه تماما. اللي هو انت يوسف مجدي عبد الغني، طب انت 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 كنت فين؟ انت بتلعب عشان خاطر ابوك والحاجات دي كلها. تاخد منك بقى جهد اكتر، محتاج تركيز اكتر، الناس دايما بتحاول تطلعك بره تركيزك بالكلام اللي يقعدوا يقولوه، بس انت لازم دايما تفضل مركز. حاول تثبت العكس يعني للناس كلها. لا وانت ديك اهو بادئها من تحت قوي يعني، فاللي هو ايه، انتوا مش فجاه مش صحيتوا من النوم لقيتوني في نادي كبير، فلا انا اهو بادئ من تحت جدا، وانا كنت اوريدي موجود. في الاخر عمر ما حد هيجامل يعني، عمر ما حد هيجاملك على حساب نفسه 100% يعني. الملعب دايما بيكشف، والملعب دايما زي ما بيقولوا في الكوره ملعب فضاح. صح يعني، تنزل الملعب لو انت مش لعيب كويس هيبان والناس كلها تشوفك. صح، لعيب كويس نفس الكلام. بس فالواحد دايما يحاول ما يلتفتش لاي حاجه، يفضل مركز في طريقه ويتعب ويجتهد، وفي الاخر ربنا الحمد لله بيعمل الخير يعني. يوسف مليون مبروك الفوز النهارده، وسلامنا للكابتن مجدي عبد الغني. تشرفت ونورت، سعيد جدا بتواجدك النهارده. يوسف مجدي عبد الغني لاعب فريق أستن كومباني الفائز اليوم على فريق غزل المحله في كاس مصر بضربات الترجيح، هو سدد اخر ضربه وفعلا سددها احسن من الكابتن مجدي عبد الغني، وان كان طبعا طبعا احنا بنهزر الضغوط اللي كانت على الكابتن مجدي عبد الغني في 90 ان هو يسجل الكوره اصلا، وشاطها حلو على فكره برضه، احنا بنهزر فعلا يعني، شاطها في زاويه على اليمين، ارضيه قويه سريعه مش طبيعيه. فرق بس ان يوسف النهارده حطها في نص الجون وودى الحارس في مكان تاني، فتشجيع ليوسف، اداء جيد، ولاعيبه ارسنال كلهم ماشيين بشكل كويس مع مدير فني محترم جدا.